ضربة حرة غير مباشرة على ديفيد بيكهام. لاحظ العلاقة العلاقة ليست جيدة، يعني حتى ما حصل في بطولة كأس العالم عام 1998 ما بين الإنجليزي والأرجنتيني. هنا شوف 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 شوف، لاحظ لاحظ لاحظ، هي يعني شوف كرة خطيرة، لذلك حكم المباراة احتسبها ضربة حرة غير مباشرة. لكن وش هذه؟ يعني هو تقول يعني